نتنين دلوقتي الكلام على حاجة مختلفة شوية، بس برضو في ضمن السكوب بتاع الميكانيكس، وهي الديفينيشن بتاع الورك أو الشغل. الورك از ديفايند از، لو أنا تخيلت إن في عندي فورس اف اكس بتحرك اوبجكت فروم اكس 1 تو اكس 2، التوتال ورك دان هو عبارة عن انتجريشن بتاع اكس من اكس 1 لاكس 2 اف اكس اوف اكس دي اكس. طبعا احنا لو تخيلنا ان اف اكس بتاعتنا دي عباره عن كونستانت فورس، يبقى معنى كده هنتكلم على ان التوتال ورك عباره عن اف تايمز ديستانس، يعني الفورس تايمز ديستانس اللي احنا مشينا فيها. انما عاده لو انا بتكلم على جنراليزيشن للديفينيشن بتاع الورك، بتخيل ان الفورس عندي هي عباره عن فانكشن اوف اكس، يعني بتتغير مع الاكس بوزيشن بتاعي. فمعنى كده لو انا عملت ابلكيشن للديفينيشن بتاع الورك دوت، يبقى معنى كده الورك دان هو عباره عن الانتجريشن بتاع الفورس دي اكس، يعني بتكلم على الاريا اندر ذا كيرف بتاع الاف اكس فورس بتاعتي بيساوي كام بالظبط. اوكي، طبعا احنا من الكونديشن الاساسي بتاعنا او القانون الاساسي بتاعنا بتاع الكونسرفيشن اوف انرجي، هلاقي ان اي تغيير في الورك هيبقى طبعا بيأثر على الكينيتيك انرجي. يعني لو انا بعمل ورك بابلاي ورك على اوبجكت، يعني بحرك الاوبجكت ده من اكس 1 لاكس 2، الورك دون دوت في الاخر بيتحول لكينيتيك انرجي، بيبقى الاوبجكت دوت بيمينتين الكينيتيك انرجي دي، ويبقى دي بتساوي دي، تغيير هنا بيساوي تغيير هنا.